متابعي في الجول اهلا بيكم. زي ما في نجوم رياضيين في كرة القدم اساطير حاليا في الرياضة المصرية، ففي كمان في كرة اليد دلوقتي محترفين مشرفينا. واحد منهم يحيى خالد، لاعب فيست بريم المجري ونجم منتخب مصر. اهلا بيك يا يحيى. اهلا بيك، ازيك؟ يعني اولا سعداء ان انت معانا، وكنت مشرفنا السنه دي على مدار الموسم في فيست بريم سواء اوروبيا او محليا. فيست بريم السنه دي خسر النهائي الدوري على ثانيه، وفي قبل نهائي دوري ابطال اوروبا وصلتم وكنتم المرشح الاقوى للفوز بالبطوله، ولكن اللحظات الاخيره كانت حاسمه شويه في مسيرتكم هذا الموسم، وادت في الاخر ان انتم خسرتوا البطولتين. ايه اللي حصل في اللحظات الاخيره بعد ما قدمتوا موسم كنتوا ماشيين فيه بثبات؟ يعني دايما النهائيات بيبقى فيه حاجات مش متوقعه، واحنا قدينا الموسم كله بشكل كويس، هو ده اللي كان مدينا ثقه في الماتشات دي. وعلى مدار الماتش حتى كل الماتشات كنا بنبقى بادئينها ليدنج، والشوط الثاني كنا بنبقى ليدنج وما كانش بيبقى فيه مشكله. ممكن الفاينل بتاع الدوري كان عندنا ثقة اللي احنا نكسب، والماتش في اخر لحظة اتخطف بسبب يعني حاجة غير متوقعة. يعني الهجمة بتاعتنا خلصت بسرعة ورجعنا في ثانية حطوا جون قبل ما الماتش يخلص. في الفاينل فور مش قادر اقول اللي احنا كنا مرشح الاقوى، عشان كان في فرق، يعني احنا كنا الرابع في المجموعة، وكيلسي دي كانت الاول اللي لعبوا الفاينل، وبرشلونه كانت معانا في المجموعه وكانت الثاني، فبرضه كليفل طول السيزون هم برضه كانوا فيفرتس، ممكن يمكن اكتر مننا كمان، بس احنا كان الفورم بتاعنا في الفتره دي احسن. يعني احنا كنا بنكسب على طول، بنكسب معظم الماتشات، مخلصين حلو، فكان متوقع ان احنا نعمل مفاجاه او نعمل حاجه، عشان الحاله والفيلينج جوه الفرقه كانت حلوه. بس يعني هي دي الرياضه. يعني كنت لسه بتكلم معايا قبل ما نبدا على نظام الدوري المجري، وبتشوف ان هو مش عادل بالنسبه للعبه زي اليد تحديدا، فانت ايه وجه يعني غياب العدل في الموضوع بالنسبه لك؟ بالنسبه لي الدوري دايما هو اطول بطوله، واللي هي حتى كل الناس تقول بطوله النفس الطويل، البطوله اللي بيكسبها بيكون فعلا هو الاحسن، اللي هو يعرف يكسب 20 30 35 ماتش في السيزون. احنا عملنا كده، فاللي احنا في الاخر تيجي بعد ما تطلع الاول وتكسب كل الماتشات وما تخسرش ولا ماتش على سنه، تيجي في الاخر تلعب ماتشين ورا بعض يحددوا فيهم الدوري. سواء انا مش بقول كده عشان خسرت، هو سواء كسبت او خسرت مش شايفه حاجه عادله، عشان هو كده بقى نوك اوت، بقى زيه زي الكاس، زيه زي الشامبيونز ليج في الحاجات دي، اللي هو ممكن الفرقه الاقوى تكسب، بس برضه ممكن الفرقه الاضعف تكسب. فالدوري مش معمول عشان يبقى كده، مش معمول عشان يدي فرص لكل الناس، ومش معمول عشان يبقى فيه مفاجآت. الدوري المفروض معمول عشان الفرقه اللي هي هتعمل معاك احسن حاجه على مدار 10 شهور هي دي اللي هتكسب البطوله، وده مش ده اللي بيحصل. يعني يحيى، انت كنت من اوائل الناس اللي احترفوا مؤخرا في سن صغير جدا، ده ما كانش متوفر زمان. يعني افتكر احمد الاحمر كان في فتره من الفترات مرشح للاحتراف واتمنع من ان هو يحترف من هو صغير، يعني احترف فترات بعد كده وهو كبير. هل ده فرق في شخصيتك وفرق في نظرتك حتى لكره اليد غير الاجيال السابقه؟ فرق كتير جدا طبعا، فرق كتير جدا. انا طلعت 21 سنه، كان الموضوع تطور مني كتير، مش بس بدنيا تطورت كتير، الليفل التمرين اللي بتحط فيه، طريقه العيشه اللي بتحط فيها بتطورك جدا، بتبص على الرياضه بشكل مختلف. كمان بتخش وسط ناس اصلا بتلعب في الليفل دي، في الليفل ده بقالها كتير، عندهم الخبره اللي موجوده في الحته دي، فبيبقى خطوه كبيره جدا اللي انت بتحس بعد سنه سنتين لما بتعرف تنجح وسطهم، بتديك اصلا الثقه. يعني غير موضوع اللي انت بتتطور فكريا وتتطور بدنيا، بس برضه بتحط في الثقه، اللي هو احنا طبيعي كنا بنروح مثلا كاس عالم بنخش وسط الفرق بنبقى حاسين اللي هو هم دول احنا جايين، اللي هو احنا برضه ما حدش عارفنا في الاخر، احنا ممكن تكون معروفين محليا بس بره ما حدش فينا ليه اسم. يعني فلما تحط يبقى ليك اسم والناس كلها عارفاك من خلال اللعب وسطهم، لما بتيجي تروح تلعب في كاس عالم
انت اوريدي مش بتبص لحد بطريقه مختلفه، بالعكس هم بيبصين لك على اساس اللي هو ند الند ند الند. فدي اللي بتفرق معاك، بتحطك اوريدي خطوه قدام. مش لازم تبقى احسن لعيب في العالم عشان تاخد الحته دي، بس بتاخدها اوتوماتيك. يعني كلامك ده هياخدني لحته تانية. كره اليد في مصر دايما معروف محليا ان هي اهلي وزمالك، ولكن ظاهره احتراف اللاعبين مؤخرا اللي بتتزايد، يعني كل سنه بقينا بنسمع عن نجوم كتير بيحترفوا، هل ممكن تؤثر على مستوى الدوري المصري ولا اصلا ده ما عادش مهم؟ شايف ان هو يعني الدوري المصري مفترض ان هو يكون مصدر، مش مهم يكون مستواه هو قوي؟ لا اكيد، هو اكيد مستواه هيقل طبيعي، عشان احنا بقى عندنا دلوقتي مواهب كتير وعناصر كتير قادره انها تلعب في احلى في اعلى حتت في العالم. وطبيعي ان ده يحصل، ان طبيعي فحاجه تبقى مفروض ان احنا يعني كمجتمع هاندبول وكبلد نبقى فخورين ان احنا عندنا 10 15 20 واحد بيلعبوا في بطوله اوروبا، بيلعبوا في الدوري الالماني الفرنساوي في احسن حتت في العالم. فطبيعي المستوى هينزل. يعني اكيد هقول لك لو كلنا رجعنا نلعب في مصر هتلاقي الدوري اقوى بكتير والمستوى فيه اعلى بكتير، عشان خلاص الناس دي اتعلمت في حاجات بره، اتعلمت في حاجات في المنتخب، فالمستوى هيعلى. بس ده برده ما يمنعش ان هو هيدي فرصه كبيره للناس تبتدي تطلع، عشان بتلاقي مثلا لعيب كويس جدا مثلا من الاحتراف لو قعد في مصر ممكن يفضل قاعد 10 سنين في فرقه زي الاهلي او الزمالك وبيلعب ماتشات كلها 60 دقيقه واخد هو الدور الاكبر. فلما بيطلع بره بيدي مساحه للعيب صغير يطلع ياخد الدور الكبير او ياخد المركز ده يبقى هو اللي شايله. ده المتوقع في السنين الجايه، هتلاقي كل ما لعيب من هنا بيسافر كل ما هتلاقي لعيب ظهر مكانه خد الفرصه وانتهزها وبقى كويس. يعني كلامك دوت على فكره يعني بيتطبق في الكوره احيانا بس مش في مصر. يعني مثلا لو بصينا لدوري زي الدوري الهولندي الدوري البرتغالي، هو دوريات بتبقى مصدره للنجوم طبيعي. فيا اما الدوري بتاعك تهتم بيه وتسيب كل المواهب دي عندك فهما مش هيتطوروا قوي والمنتخب هيقل بس الدوري هيبقى قوي، يا اما الدوري بتاعك يكون اسمه مصدر والمنتخب هو اللي يزدهر ويبقى اقوى. ايه الفرق في مصر ما بين اليد والكوره اللي بيخلي الموضوع دوت اسهل في اليد لكن في الكوره مستحيل تفكر بنفس العقليه دي؟ يعني انا مش عارف في الاخر، بس هو الموضوع بيترتب على حاجات كتير. في الاخر ان الكوره بقت صناعه اكتر، الانديه بتتعامل مع كل اللعيبه على اساس ان هو فلوس داخله وفلوس خارجه. وحاليا ان اوروبا مقارنه بمصر في الكوره كماديا الفرق كبير، ان هتلاقي لو في فريق في مثلا في انجلترا عايز يشتري لعيب من مصر بالنسبه له ان هو يدفع مبلغ كبير مش حاجه كبيره. لكن المشكله ان لما انت تلاقي انديه الهاندبول بره كلها انديه ملهاش علاقه بالكوره، هو نادي هاندبول فقط. فالماركت بتاع الهاندبول مش زي اللي احنا بنتكلم فيه هنا. انت في الاخر بتلاقي في مصر اهلي وزمالك انديه كوره وبيتعاملوا مع لعيبه الهاندبول في البيع والشراء على اساس ان هو لعيب كوره. ففي الاخر بتلاقي لعيب اتباع مثلا بمبلغ اسمه 5 مليون، فبيقول لك مثلا لو ابيعه بره ابيعه ب 15، وبره بالنسبه للهاندبول اغلى لعيب في العالم اتباع ب 15، فمش هروح اجيب لعيب ناشئ من مصر ب 15. فهو ده التعامل. الفكره ان الموضوع ممكن يبقى شبه نفس الحاجه لو الاهلي والزمالك في الهاندبول هم شركات لوحدها والفلوس اللي بتدخلها هي اللي بتصرف بيها، بس هو مش ده الواقع. يعني في فيسبريم لما احترفت اتكلموا معاك قالوا لك احنا الاسباب اللي احنا جبناك كانت كذا وكذا وكذا وكذا، بعيدا عن المستوى الفني طبعا، هو اكيد المستوى الفني بقى في المقام الاول، بس في حاجات تانية اكيد بيبصوا عليها غير المستوى الفني. والله انا لما رحت كان ديفيد ديفيس مدرب منتخب مصر وهو كان لسه رايح هناك، فهو كان اوريدي عارف شخصيتي عارف امكانياتي. والكلام كان في الاول على اساس ان انت لعيب صغير واحنا شايفين ان انت عندك امكانيات بدنيه ومهاراتك في الملعب كويسه وعملت ماتشات كويسه في كاس عالم 2019 ضد المجر بالذات يعني. وهم كان عندهم في المركز ده اوبننج او كذا حد هيمشي وكذا حد هيبطل وكده، فكانوا محتاجين حد. وما كانش البلان بالنسبه لي ان انا اروح ابقى رقم واحد ولا انا ابقى رقم اثنين. يعني انا كان المفروض ان انا اروح عايز ان انا اطلع اعاره سنه اتطور فيها بعد كده العب. بعد كده اللي كان جاي في مكاني اتصاب، خدت المركز اللي هو بقى رقم اتنين فلعبت حلو، ورقم واحد اتصاب برضه فاضطروا ان انا بقيت اساسي وانا لسه جاي من مصر. يعني هو من اول فتره الاعداد هم بالنسبه لهم محدش عارف ده مين، فجاه لقوا لا مستواك كويس وبتلعب وكومبيتيتيف وبتخبط معانا وانت لسه صغير، ف بدأ شوية احترام في التمرين اللي انت عندك موهبة وبتعرف تلعب. وبعدين لما بدأت في الماتشات بلعب نفس الثقة وبلعب نفس الحمية وكده بدأت اخد اكتر، ولما بقيت خلاص لازم ابقى اساسي
حتى هم كلهم قالوا لي في الاخر دي فرصه يعني بتجيلنا كلنا وقدامك هتثبت اللي انت رقم واحد هتفضل هنا رقم واحد على طول يا اما مش تعرف تاخدها وساعتها هيبان اللي احنا لازم نجيب حد احسن حد احسن وانت لسه صغير وكده فانا كان ده اللي بفكر فيه ساعتها يعني ان هي فرصه قدامي خدتها دلوقتي دي اسهل حاجه هتجيلي ما خدتهاش هتفضل تعافر تاني من تحت. وجود ديفيد ديفيز هو ده السبب الوحيد اللي خلاك تختار انت بقى الدوري المجري ولا هو ده كان العرض الموجود ما كانش فيه دوريات تانية متاحة عشان تفاضل ما بينهم؟ نادي باسبرم نادي كبير جدا طبعا. ماديا مش بس ان هو نادي كبير بس هو برضو من الاندية اللي معاها فلوس تعرف تشتري لعيبة وانا كنت في الزمالك لسه عندي عقد زي ما بقولك فعشان النادي يسيبك تسافر هيطلب مبلغ كبير فمش كام نادي في العالم هيعرف يدفع فلوس لنادي الزمالك اللي انا اعرف امشي 4-5 مثلا فهو كان النادي الوحيد اللي محتاج حد في المركز ده فكان هو الحاجه الوحيده اللي انا هعرف اسافر بيها يعني. لا مجال للمقارنه ما بين مثلا بطوله افريقيا وبطوله اوروبا في اليد طبعا على مستوى الانديه ولكن على مستوى الدوري الدوري المصري والدوري المجري يعني احنا على مستوى المنتخبات لا قريبين يمكن الافضليه كمان لينا مؤخرا في السنين الاخيره على الاقل لكن على مستوى الدوري في فرق كبير للدوري المجري على حساب الدوري المصري والله مش كبير قوي يعني لو هنتكلم في الانديه اللي هي غير الانديه بتاعه تشامبيونز ليج اللي هم فيسبرم وسجد بقيه الانديه لا بقيه الانديه مستواها قريب جدا الاهلي والزمالك اكيد احسن منهم وبقيه الانديه في نفس المستوى إن مش احسن كمان يعني لكن هو الفرق بس في الفرق ما بين التوب تيمز والفرق العاديه لكن الفرق اللي في نص الجدول وتحت وكده لا مفيش فرق كبير خالص. انت بتلعب في نفس مركز احمد الاحمر واحمد الاحمر يعني اذا ذكرت كره اليد المصريه ذكر اسم احمد الاحمر فهل الموضوع ده بيسبب لك احيانا ضغوط عشان بتخش في مقارنات او اي حاجه ولا بتستقبله ازاي؟ لا بالعكس يعني انا من اول يوم وانا خدت الموضوع كتشالنج بالنسبه لي ما مش فكره اللي انت تثبت نفسك عليه واللي انت تبقى احسن او كده بس فكره اللي انت زي ما هو عامل اسم كبير وان هو قعد فتره كبيره خد احترام كبير من كل الناس اللي موجوده تتعلم منه اللي انت عشان تبقى لعيب كويس وعشان تبقى عندك نفس الاسم وعشان كده مش تبقى كويس سنه او مش تبقى كويس اثنين ومش تبقى كويس خمسه هتبقى كويس 10 هتبقى كويس 15 فهي كونسيستنسي واللي انا افضل في نفس الليفل ده افضل اعمل حاجات اكتر من كده والصبر يعني ففي الاخر عمرك ما هتقارن نفسك بيه كاسم عشان كل الناس عارفه مكانته وعارفه ان هو قد ايه ادى للرياضه وادى للنادي وادى للمنتخب وكل الحاجات دي لكن بتحاول ان انت تمشي على نفس الخطى يعني. ايه النصايح بقى اللي بيديها لك لما بتتكلم معاه؟ هل عمر مثلا اتكلم معاك قال لك يعني اثبت وتثبت في الاحتراف انا لو كان رجع بيا الزمن كنت هحترف زيك وهتمسك بان انا ما افضلش في مصر؟ والله ما كلمناش الموضوع ده بالخصيصا يعني لكن هو قال لي يعني كتير بيشجعني وانا على طول وانا هناك يكلمني ولو خسرت ماتش يكلمني يقول لي معلش وركز ولو كسبنا ماتش يقول لي مبروك فهو على طول محسسني باهميه الموضوع واللي هو ان هو فخور ان انا موجود بلعب في حاجه زي كده وبيقعد يقول لي كمل ولازم تفضل زي ما انت وكده فيعني بيفضل دايما معايا لكن ما بيبقاش في نصايح اللي هو اعمل كذا او خليك او يعني لكن كاحتراف هو بيبقى شايف اللي انا بعمله فبيبقى دايما سبورتيف معايا يعني في القرارات. انت عقدك مستمر مع فيسبرم لحد 24 وممكن لحد 25 كمان لو السنه الاضافيه ديت تزودتها فهل خططك المستقبليه ان انت تنتقل لدوري اكبر من الدوري المجري ولا هو الدوري المجري اوريدي احد الدوريات الكبيره في اليد فمش محتاج ان انت تاخد خطوه اعلى من كده؟ انا لسه قدامي سنتين زي ما انت قلت لكن هو كله على حسب ما بتوصل في المستوى ده بيبقى فيه انديه معينه في العالم مش بتفكر بس دوريات بس انت بتفكر قدامي مثلا 1-2-3-4 انديه اللي من الانديه الكبرى في العالم والانديه دي كام واحد منهم محتاج لعيب في المركز بتاعي ففي الاخر الاوفرز اللي بتجيلك بتقارنهم ببعض على اساس حاجات كتير على اساس البلد على اساس الراحه اللي انت مستريحها على اساس طبعا الماديات ففي الاخر التوتال اللي انا هيجيلي ساعتها انا هحسبها على حسب الموقف ككل يعني اكيد لو هتسالني
في طموحات اكبر؟ اه طبعا في طموحات اكبر، بس هي على حسب مين اكتر فرقه عايزاك، عشان في الاخر كله بينافس في تشامبيونز ليج وكله بيوصل لنفس الحاجه. يعني في انديه ممكن تكون بالنسبه لمصر اكبر اسما، زي مثلا باريس سان جيرمان، فرنسا والدوري الفرنساوي وبتاع، بس في الاخر احنا كنا في فاينل فور وهم ما كانوش السنتين اللي فاتوا. يعني حاجه زي كده انت بتفكر فيها على مستوى النهائيات، انت عايز تفضل موجود في فرقه بطوله وعايز تفضل موجود في الفرق التوب، ففي الاخر بتقارن الفرق التوب كلها ببعضها، واللي هيقدر يديك احسن حاجه انت شايفها واللي عايز يبني عليك المشروع بتاعه هو اللي هتبقى بتفكر فيه اكتر. يعني لو بسأل لاعب كرة قدم دلوقتي، ممكن أسأله سؤال عن هو تفتكر إيه الدوري الأنسب لقدراتك إن أنت تحب تكون بتلعب فيه من الدوريات الكبيرة؟ فهل ده سؤال يجوز في اليد، ولا هو طرق اللعب واحدة في الدوريات؟ ما فيش بقى مثلاً طابع للدوري الألماني مختلف عن الدوري الإنجليزي؟ لا، في طبعاً في طابع طبعاً. في مثلاً الدوري الألماني يعتبر دوري فيزيكال جداً ودوري بدني جداً، اللعيبة كلها بتلعب بقوة أكتر ما هي بتلعب بمهارة. فرنسا مثلا بيلعبوا دايما لعب سريع، بتلاقي الفرق كلها معظمها اللعب بتاعها اسرع اسرع، الريتم اسرع، ودوريات كلها مختلفه. الدوري المجري مثلا برضو يميل شويه ان الفرق اجسام وان اللعيبه ممكن تكون ابطا شويه بس كلها اقوى. يعني طب وانت بقى انهي دوري بدول مناسب ليك اكتر؟ ما هو في الاخر اللي انت ما بتعمل حاجه مختلفه، يعني مثلا انا اعتبر بالنسبه للاجسام اللي انا بلعب معاها دلوقتي انا اخف منهم واسرع منهم، فانا متميز في الحته دي دلوقتي. ممكن لو رحت دوري مثلا الدوري الفرنساوي اللي هو معتمد على السرعه اكتر وبتاع، هبتدي اغير حاجات في نفسك، هتبتدي تعتمد اكتر على الشوط اكتر من التعديات، كل حته وبتطور نفسك فيها على حسب الموضوع. يعني ما عنديش حاجه معينه عايز العب فيها. يعني السنه الجايه مش هتبقى لوحدك في فيسبريم، انت جاي لك يحيى الدرع، هل كان ليك دور في الصفقه دي ولا كانت هم اهتمام بينهم باللاعب وانت ما كانش ليك علاقه بالموضوع؟ لا اكيد طبعا هم اهتموا طبعا بيه وشافوه كذا مره، والمدرب كان انترستد جدا وكان مهتم جدا ان هو يكون عنده لعيب زيه بالطريقه بتاعه لعبه في المركز ده اللي احنا محتاجينه. لما سالوني وتواصلوا معايا وانت ايه رايك، عشان هم برضو بيكونوا مهتمين، مش بس في حاجات هم بيشوفوها في الملعب، لكن في حاجات هم ما بيبقاش عارفها. هل هو كبني ادم بيعرف، هيعرف يتاقلم، هيعرف يتعلم اللغه، هيعرف يتواصل مع بقيه الفرقه، عشان احنا لعبه جماعيه، ففي الاخر لازم الفرقه كلها تكون مستريحه حواليه وهو مستريح في الفرقه عشان يعرف يدي. فكان الاسئله كلها في الحاجات دي، وطبعا كان الموضوع ما كانش صعب يعني اللي انا اقوله خالص. يعني بذكر اللغه، انت اتعلمت اللغه خلاص؟ لا لا، انا ما حدش بيتكلم مجري في الفرقه، احنا الفرقه كلها اصلا لغات مختلفه وجنسيات مختلفه، فكله بيتكلم انجليزي يعني. فمش محتاج لا تتعلم. مش محتاج تتعلم مجري، بس محتاج على الاقل يبقى معاك انجليزي يعني عشان تعرف تتكلم مع بقيه الفرق يعني بقيه اللعيبه. يحيى، انت مشجع للزمالك، يعني انت مشجع للزمالك سواء من قبل حتى ما تلعب فيه او طبعا بعد ما لعبت فيه، هل ممكن في يوم من الايام ترجع تاني للزمالك، ولا خلاص انت مركز في احترافه مش عايز ترجع عشان في وقت من الاوقات لمصر؟ اكيد قدام محدش عارف انا هبقى عايز ايه، بس حاليا في الوقت اللي انا فيه وفي السن اللي انا فيه، المستوى اللي انا بلعب فيه والطموح اللي انا عايز اوصل له مش عارف احققه غير وانا في اوروبا وغير وانا بلعب في الفرق دي. فطبعا قدامي لسه فتره كبيره على ما هكون مقرر ان انا ارجع اعيش تاني في مصر، بس اكيد طبعا لما هرجع اعيش تاني في مصر هبقى اكيد نفسي طبعا ان انا ابقى موجود تاني في نادي الزمالك. هخش معاك في بطوله افريقيا اللي على الابواب واللي هتبقى في مصر، رايك ايه في مقوله ان بطوله افريقيا بقت ضعيفه وما عادش فيها غير مصر وتونس بس؟ هي ما بقتش يعني، هو هي طول عمرها تعتبر كده يعني، حتى بس الجزائر واخدها اكتر مننا مثلا. ماشي، هو كان الجزائر في الثمانينات اعتقد خدوا 6 بطولات ورا بعض، فهم عشان كده معاهم 7 بطولات، لكن احنا بنتكلم في اخر 20 سنه 30 سنه مش معاهم. فهو في الاخر 20 سنه دي هي مصر وتونس، والجزائر برضو احنا لازم ندي احترام لبقيه الفرق طبعا. الجزائر، انجولا، في فريق كونغو دلوقتي معاهم كذا لعيب من اللي كانوا بيلعبوا في فرنسا، وفرقه برضو كويسه جدا. فالمستوى ممكن ما يكونش اقوى حاجه، ومش هنقارنه بالمستويات اللي كنا بنلعب فيها في الاولمبيات وكاس عالم وكده، لكن في الاخر الفرق كلها محترمه، ولو هو على 60 دقيقه ماتش واحد اي فرقه ممكن فيهم تعمل مفاجاه طبعا. فاهم حاجه ان احنا نكون محضرين كويس ونكون مدين احترام لبقيه الفرق، حتى تونس، حتى ناس كتير دلوقتي بتتكلم اللي هو
حتى تونس مصر اعلى منها دلوقتي بالزبط. وكسبنا هناك في تونس والماتش كان كده، لكن في الاخر ده كان موقف يعني. احنا كسبنا الماتش بس احنا بقالنا سنتين ما قابلناهمش وما نعرفش هم بيحضروا ازاي والروح عامله ازاي والدنيا اختلفت ازاي وغيروا مدرب. في الاخر احنا بنلعب لازم نكون مدينهم، لازم نكون خايفين سنه من جوانا ان الماتش مش سهل ولا حاجه، واللي احنا مش احسن منهم واللي هم زينا زي بعض، عشان في الاخر تعرف في الماتش تلعب بانت مستريح من جوه ومدي الماتش اهميته بجد يعني. احنا القرعه المره دي حطتنا لو مشينا احنا الاثنين يعني تمام، مصر وتونس في قبل النهائي مش في النهائي. هل ده ممكن يقلل من جوده النهائي شويه يعني عشان هيبقى احد طرفين مش مصر وتونس؟ يعني اظن يعني يعتبر كان هيبقى الماتش طبعا ديربي، يعتبر مصر وتونس هاندبول اخر 20 سنه فكان طبعا هو ده المتوقع، لكن في الاخر فاينل برضو يعني. في الاخر هتلعب بالجزائر، هتلعب فرقه ثانيه، هتلعب ايا كان في النهائي. النهائي ملوش، كل الناس عارفه ان النهائي بالذات ملوش مع مقياس يعني، بتنزل ممكن فرقه ضعيفه ماتش يبقى مش ماشي، ممكن فرقه قويه ماتش يبقى فاتح. ف ما اظنش انها هتقلل النديه، عشان انت بتبقى شايف البطوله قدامك وشايف الكاس قدامك وعايز ترفعه وهتتبسط وسط جماهيرك. ف نفس الحاجة يعني. بطولة 2001 كانت النسخة الأفضل لينا كمنتخب مصر في كأس العالم، من بعدها نسخة 2021 الأخيرة طبعا. لو كنا عدينا الدنمارك وإحنا كنا قريبين جدا من ده، شايف إن إحنا كنا ممكن ناخد البطولة مش بس إن إحنا نعيد تكرار إنجاز 2001؟ ليه لا يعني، في الاخر هي الدنمارك خدت البطوله. فلو انت كسبت الدنمارك واحنا في الاخر خسرنا بلنتيات، فيعني كان اهم حاجه في البطوله دي بالنسبه لنا ان الناس والفرقه كمان من جواها بدات تصدق ان احنا ممكن نكسب اي حد في العالم. وهو ده المطلوب يعني، في الاخر سواء احنا كسبنا او ما كسبناش، في الاخر انت كان عندك، انت شفت قدامك والناس كلها شافت ان احنا نقدر نكسب اي حد. فطالما تقدر تكسب الدنمارك يبقى هتقدر تكسب اسبانيا، يبقى هتقدر تكسب فرنسا، يبقى هتقدر تكسب السويد. واحنا ده اللي احنا بنحاول نعمله في الفتره الجايه يعني. احنا المفروض ان احنا اللي خدناه ده خطوه كبيره، عرفت الناس قد ايه احنا مستوانا موجود وسط الناس دي، بس احنا لسه ما عملناش حاجه. احنا لسه الطريق طويل جدا قدامنا ان شاء الله. اكلمني عن كواليس ماتش الدنمارك تحديدا. يعني الماتش ده تقريبا بس مصر كلها كانت بتتفرج عليه على الهاوي، وكان الحياه متوقفه عشان تتفرج على الماتش ده. فانتوا بينكم وبين بعض كنتوا بتتعاملوا ازاي مع الماتش ده؟ كنتوا داخلينه وانتم حاطين لنفسكم اللي هو تو اوبشنز، ان هو والله لو كسبنا فاحنا كده حققنا اعجاز مش انجاز، ولو خسرنا فده الطبيعي لان انا بنلعب بالدنمارك، ولا كنتوا بتتعاملوا ازاي مع الماتش؟ احنا كنا شايفين روح قتاليه يعني غير مسبوقه متهيألي. والله يعني ممكن اقول لك اخدك من الاول كده، احنا البطوله دي كان ساعه الكورونا طبعا، فكان كنا قاعدين في البابل ما بنتعاملش مع اي حد، فاحنا ما بنشوفش الناس في الشارع، ما بنشوفش الناس بتتكلم ازاي، ولا بنتفرج اصلا كمان على التلفزيون قوي، وما بنشوفش برامج. احنا كنا قاعدين بنلعب ماتشات، بنعمل التمارين، بنروح للماتش، فاحنا عايشين جوه البابل بجد يعني. مش عارفين اي حاجه عن العالم، احنا مش عارفين يعني، احنا خارجين مش عارفين بعد الماتش قد ايه ان الناس كانت بتتفرج عليه، وان الماتش يعني تفاجئنا تاني يوم الصبح بقى من الموضوع. لكن احنا واحنا رايحين الماتش بنفكر ان احنا ان هو نهائي يعني، مش موضوع احنا الطبيعي اللي الناس متوقعه ان احنا نخسر، لا بالعكس، احنا بنلعب على ارضنا وعايزين نوصل نجيب ميداليه، وهو ده كان الهدف من الاول. فلعبنا الدنمارك، لعبنا حد تاني، كان الماتش اهم حاجه احنا رايحين احنا مركزين، مذاكرين، نتفرج على الفيديو، مرايحين كويس، رايحين الماتش ده عشان عايزين نعمل حاجه كبيره وعايزين ان احنا نكسب الماتش. وهتلاقي ان الماتش كان فيه نديه من اول ثانيه لحد اخر ثانيه، عشان الماتش ده ممكن الناس ارتبطت بيه جدا كمان، عشان انت كسبت وكنت خلاص، احنا كنا كسبنا وبعدين كنت خسرت برضه، خلاص خسرت وبعدين كنت كسبت تاني وبعدين كنت خسرت تاني. فالموضوع ده يعني الناس كلها بعد ما اتفرجت على الماتش، حتى اللي كان بيكلمنا بعد كده اللي هو لعبه الهاندبول دي لعبه حلوه جدا، احنا بنقول لهم يعني هي مش حلوه كده على طول برضه يعني، هو ده مش طبيعي. لكن الماتش علم مع الناس، لانه فعلا كان ماتش حلو وكان فيه حاجات، قرارات كتيره وقرارات تحكيميه، ويعني الماتش كان فعلا مسلي لاي حد ان هو يتفرج عليه يعني. شايف لو كان الجمهور موجود في البطوله دي كان هيزودكم بنسبه قد ايه مثلا؟
كل الناس اللي حتى اللعيبه اللي في اوروبا اللي معايا اللي كده تقول لي البطوله دي لو كنت بجمهور كنت كده كده هتكسبوا الماتش ده. كانت هتزودك بنسبه قد ايه؟ بنسبه كبيره طبعا. عشان الجمهور دايما وانت على ارضك خاصه في ال 20,000 في استاد القاهره بيديك زقه، واحنا ما كناش محتاجين غير جون يعني. كنا محتاجين حته بس، الحته دي لو خدناها خلاص يعني كنا يعني رايي طبعا طبعا كنا ممكن نعدي الماتش ده وكنا ممكن نعدي ماتشات تانية كمان. هاخد بقى من كلامك ده وهروح على الاولمبيات. احنا في الاولمبيات قدمنا كمان كهاند بول يعني، لا قدمنا مستوى يمكن فنيا احسن كمان من كاس العالم يعني. وصلنا لقبل النهائي، بس بتلاقي كده حاجه غريبه ان هو في عدم ثبات في المستوى. يعني انت قدام فرنسا قبل نهائي، قبلها انت كسبان المانيا، كسبان السويد اعتقد، فاللي هو منتخبات يعني قويه جدا. فرنسا في المقابل حتى تحس انها ما كانش جوه البطوله مستواها اقل مننا، ولكن تتفاجئ ان انت قدام فرنسا بتخسر او على الاقل مش بتظهر بنفس مستوى الماتشات اللي فاتت. هل الجانب البدني بيفرق مع منتخب مصر؟ انا بحس ان احنا ساعات اثناء البطوله بننهك، فبنوصل للمراحل المتقدمه واحنا خلاص مسلمين يعني. في الاخر فرنسا خدت البطوله طبعا، ما نقدرش نقول ان فرنسا كانت اقل من السويد او اقل من المانيا، في الاخر كانت احسن فرقه في البطوله وهي كانت حتى في المجموعه كانت من احسن الفرق اللي بتقدم. فالمستوى كله خاصه في المربع ده بيبقى قريب من بعضه يعني، ما فيش حد اوحش من حد. هي كله احنا كسبنا السويد، بس السويد ما تأهلتش من المجموعه، بس ممكن تكسب فرنسا برضه عادي جدا يعني. بس احنا بنتكلم ان الدنيا في المستوى ده صعبه جدا يعني. احيانا بيكون في فرق اللي هي احسن والناس كلها عارفه انها احسن وكل اللعيبه بتاعتها بتلعب في اوروبا وبرضه ما بتكسبش، زي النرويج مثلا يعني. عندهم احسن لعيب في العالم وكل الناس تبقى متوقعه ان هم يوصلوا ويكسبوا وبتاع وما يكسبوش. فالموضوع صعب، والناس لازم تبقى برضه عارفه ان احنا حتى لو وصلت السيمي فاينل وحتى لو وصلت الفاينل ما ينفعش نقارن الماتشات دي اللي هو ماتش هتلعبه حلو وماتش هتلعبه وحش. لا، المستوى عالي جدا، فطبيعي مش عندكش نفس الخبرات اللي عند الناس دي. ثانيا طبعا الموضوع البدني اللي انت قلته، الموضوع مش بس بدني، الموضوع احتكاك. في الاخر احنا البطوله دي كنا واحنا بنلعبها كان عندنا كام واحد في الصف الاساسي بيلعب في اوروبا اللي هو متعود ان هو كل اسبوع او كل مرتين في الاسبوع بيلعب ماتشات جامده طول السنه. مش كتير طبعا اكيد مقارنه بيهم، لا ثلاثه كلهم اثنين ثلاثه ممدوح هاشم سند وانت وانا، لكن الباقي كله حتى علي زين كان لسه بيلعب في الامارات، يحيى الدرع كان لسه في مصر، بكار كان لسه في مصر، اللعيبه الاحمر الباقي الاجوان كان كل لعيبه بتلعب في مصر. في الاخر اللي احنا بنقوله الفرق بين مصر واوروبا ان مش فكره ماتش واحد، قدام ماتش واحد احنا كفرقه ممكن نكسب الزمالك والاهلي، ممكن يكسبوا فرقه كمان من الكبار. لكن هل الزمالك بقى لو مثلا او الاهلي او المنتخب مصر او ايا كان بيلعب طول الموسم في الماتشات الجامده دي هيفضل طول الموسم بيظهر بالمستوى القوي ده؟ هيقعد فتره برده على ما يتاقلم وفتره على ما البدني بتاعه يلاحق المستوى. فاحنا هو ده اللي بيفرق لما اللعيبه بتطلع بره، هو ده اللي بيفرق بعد كده مع المنتخب، ان احنا مش بنبقى كويسين ومبسوطين في اول ماتش، لكن في تاني ماتش، لكن في السادس ماتش بنفضل برضه نفس المستوى، عشان اوريدي انت متعود ان انت هناك في الشهر بتلعب 6-7 ماتشات من المستوى ده. احنا حاليا خامس العالم على مستوى الكبار، ثالث العالم على مستوى 21 سنه، اول العالم على مستوى 19 سنه، الكلام ده في 2019. فتفتكر اللي هي الكومباينيشن ديت المفروض بتؤدي في النهايه ان هو الطبيعي ان احنا خلاص بعد كده ناخد بطوله العالم للكبار على مدار السنين القليله القادمه؟ على المدى البعيد مفيش حد يقدر ينكر ان احنا طلع لنا لعيبه كويسه جدا من تحت، وفي اوريدي لعيبه موجوده دلوقتي في المنتخب خبرات كبيره، على لعيبه مستواها عالي، على لعيبه بتلعب في الدوري المصري بس مستواها كبير. فالميكس ده موجود ومحدش يقدر يقول غير كده، اللي احنا عندنا فرقه تقدر تدي الخمس ست سبع ثمان سنين الجايين وتفضل في المستوى ده. الميداليه ان شاء الله والترتيب وان انت تكسب وان انت توصل مش بيجي في يوم وليله، وهو ده اللي احنا بنشتغل عشانه، وهو ده اللي الناس كلها بتحاول تعمله. هناخد الميداليه امتى وهنوصل امتى؟
طبعا دي حاجه انا ما اقدرش احددها وما اقدرش اقولها، كله على حسب التوليفه دي هتوصل تبقى في احسن فورمه امتى بالظبط، لما كله يكون يعني باللغه الرياضه استوى، يعني تكون الفرقه استوت قوي. بس الفكره اللي احنا كمنظومه كلنا اللي احنا ما نكونش بنشتغل بس عشان يوم، عشان النهارده، عشان نعمل كذا، احنا بنعمل دايما الموضوع ده. احنا جبنا دلوقتي مدرب اجنبي، الفرقه اشتغلت، طلع شويه لعيبه، عايزين دلوقتي النتيجه حالا، لو النتيجه ما جاتش يبقى احنا ماشيين مش في الطريق السليم. بس هي الرياضه مش تمشي كده، انت ممكن توصل لحد الاخر وتخسر، توصل لحد الاخر وتخسر، مش معناها ان انت بتفشل، بس معناها ان المنافسه عاليه جدا، وان انت هتيجي طالما انت موجود في المستوى ده هتوصل في يوم وهتعدي الحته دي بخبراتك. الخساره دي بتعلمك حاجات كتير وبتوصلك لحته احسن. فهو ده اللي احنا عايزين نوصله، وهو ده اللي عايزين نوصله للناس، اللي احنا بقينا في المستوى ده، وان شاء الله اللي احنا نقدر نحقق حاجه البلد كلها تبقى فخوره بينا وفخوره مننا ان هم عندهم فريق زينا. ولكن اللي احنا لازم نستمر على ده كل السنين الجايه، وحتى بعد ما نوصل اللي احنا نحقق ميداليه، ده مش هيبقى اخر المطاف. يعني مش اللي احنا خلاص هنوصل ناخد ميداليه يبقى احنا كده انجزنا الانجاز، ولا احنا عايزين نفضل بقى في النجاح. نفضل بقى يبقى عندنا فرقه ويبقى بيتصرف عليها بالشكل ده، وبيبقى بتطلع لعيبه لبره بالشكل ده، وبيبقى عندها فرق في الاهلي والزمالك بتنافس بالشكل ده على طول، وليه لا يعني. هل سمعه لاعب اليد المصري بقت يعني عظيمه في الدوريات العالميه؟ كل الفرق بقت يعني ايه، ساعات بيبقى السمعه بتفرق في ان انت تجيب لاعب ولا لا. انا مثلا هجيب لاعب كيني مثلا في القدم، والله مش حاسس مستواهم بيبقى ثابت، او بقول مثلا يعني، انما ايه فلاعب مصري في اليد بقى خلاص دي سمعته كويسه. لا لا طبعا فرقت كتير جدا. اللعيبه اللي على اخر كذا سنه، من اول ما زمان، من اول ما حسين زكي احترف، من اول ما الاحمر احترف، من اول ما دلوقتي سند احترف، علي زين احترف، انا محترف، ممدوح هاشم احترف، عندنا لعيبه كتير موجوده دلوقتي ولعبت في كذا بلد وفي كذا حتة، أثبتت كتير إن اللعيب المصري بقى عنده الخبرة اللي بيقدر ياخدها في بلده، إن هو أصلا بيجي مستواه أوريدي عنده هاندبول كويس جدا، وأوريدي عنده حاجات كويسة يقدر يقدمها للرياضة برة. يعني في المجر بكل شوية بيقول لك برضو محمد صلاح وكده، يعني بس مش كورة، انت لعب يد بقى، فهل برضو بيقارنوك بمحمد صلاح وانتوا الاثنين شول ولا ايه بقى؟ لا اكيد طبعا، هو زي كل العالم بيحب الكورة، وكل اللعيبة بتحب الكورة وبيتكلموا على الموضوع ده. ودايما مصري وكويس هترتبط بصلاح، دايما صلاح صلاح صلاح. ف طبعا يعني حاجه كويسه جدا ان احنا عندنا حد زيه ونموذج زيه ومشرف، وبتتبسط يعني اللي انت تكون في فرقتك ممكن تقارن بيه. يعني كنت حاضر مكسبهم الاخير على انجلترا والفرحه العارمه اللي حصلت في الشوارع هناك في بودابست؟ لا طبعا ما كانوش مصدقين، يعني الماتش خلص 4-0 والمجموعه كانت صعبه جدا، وكل الناس كانت بتقول ان هم يعتبروا الناس مستنيه ان هم يبقوا اخير المجموعه، دلوقتي هم اول المجموعه فهم طايرين دلوقتي طبعا بالكوره. يعني ترتيب بقى كره اليد ايه في المجر؟ يعني اكيد القدم هي اللعبه الشعبيه الاولى، ترتيب اليد ايه واهتمام الاعلام واهتمام الشعب هناك بكره اليد عامل ازاي؟ لا تعتبر زي مصر كده دلوقتي حالا الثانيه، في رياضات كويسه برضو عندهم، الووتر بولو عندهم لعب زي دي برضو مشهوره، لكن لعيبه اليد مشهوره جدا. يعني احنا بنمشي في بودابست في العاصمه بتلاقي ناس كتير عارفانا وناس كتير بتسلم علينا، فكشهره واخده شهره واهتمام اعلامي كبير وصرف كبير على الرياضه من الدوله. الدوله بتدي فلوس كتير جدا للدوري عموما وسبونسرز كبار، فهي واخده صيت وواخده حاجات كتير جدا هناك. يعني اخيرا بطوله افريقيا الاخيره اللي على الابواب خلاص هتكون بحضور جماهيري، عايز تقول حاجه للجماهير اللي هتحضر الماتشات؟ واول تالي انت ما حضرتش قبل كده ماتشات منتخب مصر بجمهور في مصر؟ يعتبر لا، انا 2016 كنت لسه ما كنتش موجود، و2021 ما لعبناش في جمهور، فدي تبقى اول مره. اتمنى طبعا ان كل الناس تبقى موجوده، عايزين نعوض اللي راح مننا في كاس عالم، وعاوزين نفرح معاهم ونشوف ده بعينينا، ما نشوفوش بس في الشارع بعدها، بس نشوفه جوه الماتش ونشوفه جوه الصاله. يعني
جميل جدا ان انت بتقول نعوض اللي راح مننا في كاس العالم، رغم ان هو اللي حصل في كاس العالم كان تحقيق المركز الخامس اللي هو تاني افضل انجاز في تاريخ كره اليد المصريه، وعشان كده مستنيين منكم ان شاء الله على الاقل بقى بطوله افريقيا في المره الجايه ان شاء الله. شكرا يا يحيى ونورتنا، وان شاء الله دايما نسمع عنك كل خير ودايما تكون منورنا في الجول. شكرا ليك جدا، متشكر كنت معاك وبسطت جدا النهارده.